أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. ندوة سطور ذهبية بولاية إبرة تعرف بالدور التاريخي للعلماء والقضاة في السلطنة. وافتتاح معرض نفائس المخطوطات العمانية في ولاية نزوة. للتعريف بالدور العلمي والتاريخي للعلماء والقضاة تأتي ندوة الشيخين القاضيين جابر بن علي المسكري وأحمد بن فتح المسكري العلمية التي نظمت بولاية إبرة. الندوة التي حملت عنوان سطور ذهبية ضمت أيضا معرضا اشتمل على بعض المخطوطات ومراسلات الشيخين. سطور ذهبية نقشتها حياة الشيخين القاضيين جابر بن علي المسكري وأحمد بن فتح المسكري في مجال العلم والأدب والقضاء، استعرضتها أوراق عمل هذه الندوة العلمية. ولذلك فإن احتفاءنا بسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم هو هدي قرآني ينبغي لنا أن نتمسك به، وينبغي لنا أن نقيم مناهجنا على أوده. فمنهم من كانت له آثار مسطورة ينبغي لنا إحياؤها، وينبغي لنا أن ننشرها لأنها إرث إسلامي إنساني تحتاج إليه البشرية اليوم. طبعا هذه الندوة العلمية اليوم فيها جلستان علميتان، الجلسة الأول تحدثت عن الشيخ جابر بن علي المسكري وفيها أربع أوراق عمل، الورقة الأولى عن نشأته وحياته العلمية، والثانية عن مسيرته القضائية، والثالثة نظرات سريعة في شعره، والورقة الأخيرة كان نماذج من الرواية الشفوية عند الشيخ جابر. أما الجلسة الثانية فتناولت الشيخ الفقيه أحمد بن فتح المسكري وفيها أيضا أربع أوراق علمية. الجلسة الأولى من هذه الندوة تناولت مقتطفات من حياة الشيخ القاضي جابر بن علي المسكري ونشأته العلمية والمسيرة القضائية عند الشيخ ونماذج من روايته الشفوية التاريخية واستعراض الأسئلة النظمية عنده ونظمه للأشعار المناسبات. الوالد رحمة الله عليه ولد في عام 1343 تقريبا عام 1925 ميلادية، ولد هنا في بلدة اليحمدي، هاجر إلى زنجبار في عام 1953، مكث فيها تقريبا مع 10 سنوات وعاد مرة أخرى إلى السلطنة، وهاجر ورحل إلى بلد الجوار، من ثم عاد إلى السلطنة مرة أخرى وعمل في القضاء. قبل لا يعمل في القضاء عمل ككاتب للعدل، لكن مع إصرار سيد محمد بن أحمد البوسعيدي فهو امتثل لأمره وتعين للقضاء. حياة الشيخ القاضي أحمد بن فتح المسكري ومسيرته في مجال العلم والأدب أبرز ما تناولته أوراق العمل المقدمة في الجلسة الثانية من هذه الندوة. التعريف بالشخصيات البارزة في مختلف الأزمنة ونقل سيرهم العلمية والعملية والاجتماعية عبر الأجيال من أهم أهداف هذه الندوة. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرة محافظة شمال الشرقية. إبرازا لدور السلطنة في العناية بالمخطوطات العمانية وتعريفا بالتراث الفكري المخطوط، جاء افتتاح معرض نفائس المخطوطات العمانية في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية. ويشتمل المعرض على عدة أركان، منها ركن المخطوطات الذي يضم أندر المخطوطات العمانية كمخطوطة ابن ماجد ومخطوطات أخرى متنوعة تعنى بنتاج الفكر العماني، وركن للترميم. ويبرز المعرض الجانب الجمالي للمخطوطات والمتمثل في جماليات الخطوط والرسومات، علاوة على بث الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي للسلطنة. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل عرض سجادة ثمينة نجت من حريق كاتدرائية نوتردام للجمهور في باريس.
عودة إلى أخبار الثقافة، وفي روسيا يسعى ممثلون إلى إعادة إحياء أحداث معركة في الحرب العالمية الأولى بنفس الطريقة التي جرت بها أمام المئات من الجماهير في مدينة كالينينغراد في روسيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هذه ليست معركة حقيقية، بل هي إعادة إحياء لمعركة جومبين، أول معركة كبرى في الحرب العالمية الأولى خاضتها الإمبراطورية الروسية. وقدم ممثلون روس مؤخرا إعادة إحياء لأحداث هذه المعركة في مدينة كالينينغراد الروسية أمام مئات من المشاهدين. ولعب الممثلون أدوار جنود من الإمبراطوريتين الألمانية والروسية خاضوا معركة جومبين التي حسمت الانتصار الروسي مبكرا على الجبهة الشرقية في الأيام الأولى من الحرب. وأوضح أحد هؤلاء الممثلين ويدعى إيفان مرتخانوف أهمية إعادة تمثيل هذه المعركة بنفس الطريقة التي جرت بها كي ينقل للمشاهدين أجواءها الحقيقية. الشيء الأكثر أهمية هو أن تعرض هذه الفترة أمام الجمهور، وأن تشرح لماذا كانت بهذه الطريقة وليست بطريقة أخرى، وكيف كانت الهيئة التي كان عليها العدو. لم نحارب ضد جيش من ورق، بل كانوا جنودا مدربين على مستوى عال، وكانوا يعتبرون الأفضل في أوروبا. بينما يقول ممثل آخر قام بدور أحد الفرسان القوازق في المعركة إنه واجه صعوبة كبيرة في تدريب الخيول على المشاركة في إعادة إحياء أحداث المعركة لأن الخيول لا تحب الضوضاء. في باريس تعرض للجمهور في العاصمة الفرنسية سجادة نجت من حريق كاتدرائية نوتردام، حيث تعتبر السجادة أحد كنوز الكاتدرائية التي تبرع بها الملك لوي فيليب الفرنسي عام 1841. سجادة طولها 25 مترا نجت من حريق كاتدرائية نوتردام في أبريل نيسان الماضي تعرض للجمهور في باريس. صمم السجادة سان أنج ونسجها مصنع سافونري الشهير بين عامي 1825 و1833 من أجل جوقة الكاتدرائية. والسجادة أحد كنوز الكاتدرائية التي تبرع بها الملك لوي فيليب الفرنسي عام 1841، وكانت تستخدم في المناسبات التاريخية مثل زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1980. والسجادة المعروفة باسم السجادة الضخمة لجوقة نوتردام نجت بصعوبة من الدمار خلال حريق 15 من أبريل نيسان الذي اندلع في المبنى التاريخي وأنقذها رجال الإطفاء من النيران، لكن لحقت بها أضرار وتنتظر عملية ترميم في مركز موبيليا ناسيونال للحفاظ على الأثاث التاريخية. وقال مدير المركز إن فريقا بدأ عملية الترميم المليئة بالتحديات بعد الحريق مباشرة، وكان وزن السجادة المشبعة بالمياه وقتها طنين، أي ضعف وزنها المعتاد، وبعد نقلها جرى تجفيفها وتجميدها لمنع نمو الفطريات والطفيليات. وعرضت السجادة للجمهور مرتين فقط خلال الأعوام الثلاثين الماضية، لكن ستكون رؤيتها متاحة خلال الحدث السنوي أيام التراث الأوروبية والذي تستضيفه باريس في 21 و22 من سبتمبر أيلول الجاري، حيث تفتح المباني المغلقة عادة أمام الجمهور أبوابها للزائرين. ختام نشرتنا الثقافية، تذكير بأبرز عناوينها. ندوة سطور ذهبية بولاية إبرة تعرف بالدور التاريخي للعلماء والقضاة في السلطنة. افتتاح معرض نفائس المخطوطات العمانية في ولاية نزوة. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.